وانا بحضر للحلقه دي لقيت نفسي في بحر كبير قوي. انا مواطن شاءت الاقدار انها يعني ترميني في حضن النادي الاهلي. لعبت كره شراب ولعبت كره كاوتش. انا بس بحمد ربي سبحانه وتعالى ان انا لعبت مع مجموعه كبيره من اللعيبه الموهوبين جدا. كان احساسك ايه لما دخلت النادي الاهلي؟ لا كان صدمه. يعني مهندس دكتور شيخ كابتن. في ناس بتناديني بعد كده الدكتور طه على اعتبار انت عارف بلد شهادات يعني. خلاص يا جماعه هنلعب لعبه الشيخ طه. اطلب حتتين جاتوه وكوبايه شاي اشربه مروح. بسمه للشيخ وحوقل. شوف انا شايف النادي الاهلي في عيني حاجه كبيره جدا. نعم. وما احبش اشوفه في وقت من الاوقات ضعيف. التعصب موجود. وموجود انا متعصب معناه ان انا بحب هذا النادي. فرحه الكوره كلها بتيجي في النادي الاهلي. بستمتع بانتمائي للنادي الاهلي كل لحظه وكل مباراه وكل ما تيجي سيره النادي الاهلي بحس ان انا فخور بان انا ربنا سبحانه وتعالى اداني ميزه ان انا اكون كلنا والله كنا فخورين ان احنا طلعنا هنا بسنه بنلعب في النادي الاهلي. حماده امام وتروح حلوه لطه هو الجول اول اتذكر. يكفى فخر يكفى فخر للعالم كله. طه في الوينج الشمال لصالح سليم وانتو بينه وبين طه هو والجول وبيحطه في الجول الجول الثالث